بطلب من السيد الوالي وبالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة قام بعض المتعاملين الاقتصاديين والمقاولين خاصة في ميدان الأشغال العمومية بتنظيم أول قافلة متمثلة في مساعدات طبية ومواد غذائية وكذا مياه معدنية وبعض الحاجيات أخرى. نوجه أولا كل الشكر الجزيل إلى جميع المتعاملين الاقتصاديين للولاية اللي قاموا بهذا التضافر والتعاون وهذه الهبات اللي قدموها لإخوانهم في ولاية تيزي وزو.